السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أحمد العربي، وحضراتكم بتتفرجوا على قناة العربي Learning Solutions. وإن شاء الله في السيشن ديت هنتكلم عن Symmetric Cryptography. في السيشنز اللي فاتت اتكلمنا أو عملنا Introduction عن الكريبتوغرافي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أول نوع هيقابلنا من أنواع الكريبتوغرافي، اللي هو Symmetric Cryptography. فاكرين حضراتكم كده في السيشن اللي فاتت كنا قلنا يا جماعه ان احنا عندنا حاجه مهمه قوي او حاجتين مهمين قوي في السايفر بتاعتنا، تمام، اللي هو السايفر ميثودولوجي بتاعتنا او السايفر اللي احنا بنشتغل بيها. فاكر حضراتكم كان ايه او اهمهم كان ايه بالظبط؟ حضراتكم كان الكي كان اهم حاجه عندي في السايفر بتاعتي، صح كده؟ هو بناء على موضوع الكي ده بقى هنقسم الكريبتوغرافي نوعين، نوع بيسموه سيماتريك كريبتوغرافي ونوع بيسموه اسيماتريك كريبتوغرافي. افكر بس حضراتكم بحاجه، احنا في العمليه بتاعت الكريبتوغرافي كان عندنا بلين تكست اللي هو رساله واضحه اي حد يعرف يقراها بتعدي على سايفر، السايفر ديت هي اللي مسؤوله انها تحولها لسايفر تكست، حاجه ما ينفعش حد يقراها، وكانت العمليه دي بيسميها او احنا بنسميها انكريبشن. وعكسها كان ان انا عندي السايفر تكست اللي محدش يعرف يقراها بتعدى على نفس السايفر اللي احنا كنا شغالين بيها، بتحولها لحاجه حضراتكم اسمها ايه؟ ديكريبشن، اللي هو تفك التشفير بتاعها وتحولها تاني لبلين تكست، يعني رساله احنا نعرف نقراها ونشوفها. وقلنا ان السايفر اللي مسؤول عن تحويل التكست بلين لسايفر البلين تكست لسايفر تكست او العكس، اللي هو السايفر تكست لبلين تكست، كانت بتشتغل بحاجتين مهمين قوي اللي هي الالجوريزم، المعادلات اللي جوه اللي بتشتغل، والكي، صح كده؟ احنا بقى بناء عن الكي دوت هنبدا نتكلم على النوعين اللي قلنا عليهم من الحته بتاعت الكريبتوغرافي اللي هو السيماتريك والاسيماتريك بناء على الكي. طب تعالوا نشوف يعني ايه بناء على الكي. انا عندي بلين تكست عايز اشفرها، رساله واضحه عايز اشفرها، عايز احولها لسايفر تكست، فكنت بعمل ايه؟ بكل بساطه انا عندي ادي البلين تكست، رحت اخترت طريقه التشفير بتاعتي شفرتها، وبعدين عايز بقى ابعتها للراجل عشان يبدا يفك التشفير ويتفرج عليها. ولكن اتفقنا ان الالجوريزم او طريقه التشفير ممكن واحد يستخدم نفس طريقه التشفير اللي انا بستخدمها. طب لو هي كده الدنيا، معنى كده ان هو ممكن يفك التشفير بكل بساطه، ولكن قلنا عشان اخلي التشفير بتاعي مميز لازم اعمل له حاجه يونيك كده، سر كده، يبقى هو اللي بيستخدم لفك الايه، لفك التشفير. وقلنا ان السر ده بنسميه يا جماعه بنسميه الكي. طيب انا اخترت طريقه التشفير وشفرت واخترت الكي اللي انا شفرت بيه، الحاجه اليونيك اللي انا عشان افك التشفير بتاعي او اشفر استخدمتها، جميل. بعت بعد كده الرساله بتاعتي للراجل اللي المفروض يتفرج عليها، يعني المفروض هيفك تشفيرها ويتفرج عليها. طب ما هيفك تشفيرها ازاي؟ لازم هو كمان يبقى معاه الحاجه اليونيك اللي تساعده ان هو يفك التشفير ده، فانا ببعت له الكي دوت بتاعي عشان يبدا يفك التشفير. فاما شفرت كان عندي كي، هو نفس الكي اللي انا اديته للراجل عشان يفك بيه مين؟ التشفير. يبقى لما يكون عندي كي انا مشفر بيه فلازم ابدا اديه للراجل هيفك بيه التشفير بتاع الرساله بتاعتي، فاصبح عندي نفس الكي اللي انا شفرت بيه هو نفس الكي اللي بيفك الايه؟ اللي بيفك التشفير. فلما يكون عندي نفس الكي اللي بشفر بيه هو اللي بيفك بيه التشفير اللي هو ذا سيم كي، ده بيسموه سيماتريك كي. ما هو سيماتريك يا جماعه يعني متماثل، فسيماتريك كي معناه نفس الكي اللي بشفر بيه هو اللي بيفك بيه التشفير والعكس. ومن هنا جت تسميه الشكل دوت من اشكال الكريبتوغرافي بسيماتريك كي. ارجو ان حضراتكم كده يكون واضح بالنسبه لكم يعني ايه سيماتريك كريبتوغرافي. طبعا ده الجزء الاول، هنتكلم لسه عن السيمتريك كريبتوغرافي بس وقت عشان السيشن ما تطولش. ارجو من حضراتكم تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك
عشان يوصل حضراتكم كل ما هو جديد في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.